من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بالأمين العام المساعد لقطاع اللجان البرلمانية الأستاذة نادية القطامي. أهلا بك من جديد معنا أستاذة نادية. نبي نعرف شنو أبرز ملامح خطة ميكنة القطاع وتطوير قاعات اللجان البرلمانية؟ تقريبا صار لنا بحدود السنة نسعى إلى ميكنة القطاع وتطوير القاعات في آن واحد. الموضوع حظي باهتمام أمين عام مجلس الأمة بمتابعته بكل تفاصيله. تم التعاون مع قطاع المعلومات لدراسة آلية ميكنة القطاع، من حيث أنه يتم جميع العمل باللجان أو مكاتبها إلكترونيا بالتراسل مع سواء الأعضاء أو الوزارات من الخارج. جاري العمل حاليا على استعداد لتطبيق المناقصة بخصوص موضوع الميكنة. طبعا هذا تم من خلال تشكيل فريق عمل من جميع موظفين القطاع بكل لجنة، بحيث أنه يتم توضيح آلية عمل كل لجنة وما تحتاجه لعمل الميكنة، سواء من احتاجها ل يعني آلات حديثة أو أنظمة تسهل العمل، بحيث أنه بعدها المرحلة الأخرى يكون اللي هي تجهيز القاعات، وكان الهدف أن تكون قاعات ذكية موائمة للتغييرات الحديثة والاعتماد على النظام الإلكتروني والابتعاد عن النظام الورقي، يعني غير عن الشكل الحالي الموجود. طبعا في شيء مختلف، في دراسة، في هي الآن ما في عند ما يعني ما في باللجان ما تتبع نظام التراسل الإلكتروني حاليا. بدأنا بتطبيق بخطوة مبدئية، بحيث أن بما أن حتى الحكومة حاليا تتبع نظام التراسل الإلكتروني بالنسبة للردود اللي توصلنا منها سواء على أسئلة أو على ردود لجان، جرى العمل من خلال عمل القطاع بشكل مبدئي أنه يتم التراسل مع هالجهات يعني بالتزامن مع الورقي، تراسل إلكتروني بشيء مبسط. هذا يسهل لنا العمل، وممكن أنه في أوقات يكون فيها ضغوط عمل ممكن أن الجهة تخبر بفترة قصيرة، يساعدها أنه بحضور الاجتماع مثلا إذا كان يوم ثاني يوم يعني قرر بعجالة أو كان الموضوع متطلب أنه يكون حضورهم بصفة عاجلة، يسهل الموضوع بدلا ما الانتظار والإرسال عبر الوسائل العادية. نعم، لكن سابقا ما كان هناك تراسل إلكتروني، يعني كان تراسل كله ورقي بالنسبة لنا. كان ورقي. نعم أستاذة نادية، في الوقت الحالي يتم توجيه الدعوات للنواب ومتابعتها إلكترونيا، شنو انعكاس ذلك على العمل؟ طبعا يسهل لنا أداء العمل، بحيث أن احنا حتى لو كان في ضغوط بالعمل أو عدد قليل من الموظفين إذا كان انشغالهم بأكثر من جزء باللجنة، يعني في خلال هالفصل كانت الاقتراحات أو الأسئلة أو عمل اللجان عموما كان مكثف كبداية دور انعقاد جديد عليهم، فهذه الأمور تسهل لنا العمل أنه يكون في تواصل أكثر أو لأي ردود أو مثلا اعتذارات أو غيرها، أنه في خلال لحظتها. أنت عارف اللي بيكون تراسل الورقي يأخذ وقت على ما يروح المراسل ويرجع فيه، فهذه كانت تطول علينا الفترة. حاليا لا، بالعكس هذا يسهل العمل، وحتى يمكن خلال عمل القطاع قاعد يتم بين مثلا كأمين قطاع والمدراء الموجودين أنه يتم كل شيء يرسل لنا بالإيميل أو الملاحظة، حتى لو بأوقات متأخرة نتابع أعمالهم يعني، فهذا وايد عطانا إنجاز يسهل لنا العمل. الحين دعوات ما تستخدمون الورقي؟ دعوات ورقي؟ لا، ورقي لا زال ورقي لحد ما يتم انتهاء من مناقصة الميكنة وتطبيقه مع شركة جديدة بالتنسيق مع قطاع المعلومات. إذا ممكن يتم الاستغناء عن توجيه الدعوات ورقيا والمراسلات؟ ممكن إذا تطبق النظام يتم الاستغناء عنها. يعني هذه الخطة القادمة؟ نعم. زين الآن أنتم تعرفون النواب وصل لهم أو وصلتهم الدعوات، يعني في عندكم نظام محدد يبين أن وصلت الدعوة للنائب إلكترونيا؟ لا حاليا لا، ما لا يوجد هذا. نعم. وبالنسبة لإدارة الدعم الاستشاري، نعم، شنو دور هذه الإدارة؟ هي أنشئت حديثا كقسم خاص أنه يكون مساند للمستشارين باللجان، بحيث يعطيهم رأي آخر لو كان في مثلا عند مراجعة قانون، يعني كصورة أخرى يساعد في العمل لدعم العمل، أو نزودهم ببحوث خاصة بموضوع مثلا حديث الساعة لو كان مثال موضوع الجنسية أو غيره، يكون مستشارين مو مختصين باللجنة، مستشارين محايدين يبدون الرأي ويتم مراجعته معهم للوصول إلى أنجح فكرة أو تقرير بحيث يكون ناجح. دوره ما يقتصر فقط على أن مستشارين يقدمون الدعم بالجانب أو الرأي القانوني الآخر سواء دستوري أو قانوني، في عندنا بعد اللي هو الاستعانة ببرنامج الأخ صلاح الجاسم كمستشار
لإنجاز الأعمال بحيث أنه يطلع التقرير خالي من أي أخطاء عند صدوره بجريدة كويت اليوم، وهذا يعني جزء داعم للتقرير بحيث أنه يكون ناجح. بالإضافة إلى المراجعة اللغوية، أن في بهذه الإدارة يتم مراجعة لغوية للتقرير بحيث أنه يكون واضح بدون أخطاء، يعني لتقليل عدد الاستدراكات اللي تطلع بعد فترة بجريدة كويت اليوم، ولقينا نتيجة واضحة، يعني بدأ تقل الاستدراكات أو الأخطاء الموجودة في التقارير. يعني كان دورها واضح إدارة الدعم الاستشاري كجديدة، وواضح يعني بظل الإمكانيات البشرية القليلة، لأن يعني كانت هي إمكانيات تجربة بشرية بالنسبة للإدارة هذه إدارة الدعم الاستشاري. نعم، لأن الاحتياج أنا تحتاج أن فيكون ناس متفرقة أو كادر متفرق يتابع، لأن إحنا منتجنا التقرير باللجان. ليش هم مو متفرغين؟ إدارة الدعم الاستشاري يعني المستشارين مو متفرغين، يشتغلون في لجان أخرى، بس لما يقدم رأي يكون هو محايد مو مع اللجنة، بحيث أنه يقدم لي رأي يساند للتقرير بحيث يظهر بصورة صحيحة. من الجانب الثاني مثلا اللغوي أو البرنامج أخ صلاح الجاسم، وحين عندنا مختبر للتشريعات القانونية بفترة يعني بدعم من الأخ صلاح الجاسم أنه يساند العملية، وتقدم مشكورا أنه يقدم مثل دورة للقطاع بأكمله. نتمنى بعد ذلك تواجد المكتب هذا بصفة دائمة، لكن حاليا الموارد البشرية تقريبا محدودة في هالإدارة. يعني أستاذ نادي، إذا بتكلم عن اللجان الدائمة والمؤقتة وكذلك اللجان التحقيق، كم يبلغ عدد اللجان الدائمة والمؤقتة وكذلك اللجان أو لجان التحقيق التي شكلت، وشنو آلية عملها؟ بالنسبة للجان الدائمة عادة تشكل يعني وفق المادة 43 مع بداية كل دور اللي هو حسب اللائحة اللي هي عددها 11 لجنة. بعدها يتم اختيار اللجان المؤقتة حسب آراء المجلس. بهذا الدور كان العدد كبير، 12 لجنة مؤقتة أكثر من الدائمة. 12 لجنة مؤقتة والدائمة كم عددهم؟ 11 لجنة حسب اللائحة الداخلية. هذا غير لجان التحقيق. لجان التحقيق دخلت من ضمن اللجان المؤقتة، يمكن من ضمنها لجنة التحقيق في وفاة النائب فلاح الصواق اللي هو بحث أوضاع السجون، عندنا التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، الحاويات والحاويات، فهذيل أخذوا يعني موضوع خاص أكبر كتحقيق وحديث الساعة كان في هذا الوقت. وشنو آلية عملها بالضبط لجان التحقيق؟ يعني تجتمع بصفة دورية أو نفس الاجتماعات اللجان الثانية، يتم التحقيق مع الجهة المعنية، بحث ملابساتها، طبعا مو الجانب الجنائي أو غيره، هذا اختصاص المحاكم، لكن هم هني يبحثون بالأسباب ويطلعون بنتيجة تقدم للمجلس، عادة تكون فترة محدودة، أو أنه مثلا إذا كان يتطلب موضوعها فترة أطول يطلبون من خلال رسالة واردة أن تمديد عمل لجنة لنهاية الدور أو لبداية الفصل يعني الدور الثاني، حسب طبيعة العمل أو حسب المعلومات اللي توصلهم. يعني ما في وقت محدد لهم؟ لا، لأن أنت راح تتعامل مع جهات حسب ما توفر لك المعلومة أو تعاونها معك، فيعطيك الوقت فيها، فهذه محددة يعني بفترة الحصول على المعلومة. وبالنهاية تصدر تقرير أو توصية طبعا معينة. لازم تصدر تقرير في موضوعها ويتم بحثها بالمجلس. هل يتم التحقيق بالأمور المنظورة في القضاء؟ لا يحق، لأن تداخل بالسلطات يكون. نعم، تفضلت وقلت أن عدد اللجان المؤقتة أكبر من عدد اللجان الدائمة. نعم، في إدارة للجان المؤقتة مختصة باللجان المؤقتة؟ لا للأسف أنه ما في، هو فقط مدير إدارة مكاتب اللجان مسؤولة عن اللجان الدائمة والمؤقتة. نتمنى أن لو يفصل لها كإدارة منفصلة تساعد، لأن أنت عارف اللجان المؤقتة مع كل دور تتغير على حسب الموضوع أو حسب الحاجة، في بكل دور لها وضعها، فلو في مسؤول أفضل أن يكون، وتحتاج أيضا كادر موظفين. يعني أنت العب قاعد يعني اللجان الدائمة قاعد تكلف بلجنة مؤقتة، فهذا يصير عبء على الموظفين يشتغلون في لجنتين. موظفين اللجان الدائمة يكلفون باللجان المؤقتة. نعم، يعني مثال أنا الحين أعطيك لجنة العرائض لجنة دائمة ومكلفة بلجنة التحقيق في اختفاء الحاويات، وهم نفس الفريق، نفس العمل، نفس الموظفين، هو اختلاف الأعضاء اللي طلبوا تشكيل لجنة التحقيق يكونون مختلفين عن أعضاء اللجنة الأساسية. فهذا أنا أعتقد يكون عبء على يعني على الموظفين. نتمنى مع الوقت انه يعني يكون في عندنا عدد كافي من كفاءات او يعني
بحيث أن يكون عندنا الطاقم أنه يساعد بدعم هالعملية بدل ما يكون الضغط على الموظف أنه بيشتغل. ممكن لجان التحقيق تأخذ وقت كبير لأن بصفتها يعني كاسمها غير عمل اللجنة اللي مثلا اجتماعاتها تكون محددة مثلا مرتين بالأسبوع أو مرة بالأسبوع حسب كل لجنة وطبيعة أولوياتها. هذا لجان التحقيق نتأخذ أيضا لجان التحقيق ما لها إدارة كذلك؟ لا، هي مدير مكاتب اللجان مختص بجميع المكاتب دائمة أو مؤقتة. نعم. بغض النظر عن المكاتب اللجان الدائمة الكبيرة حولت إلى إدارات، يعني بعد تشجيع رئيس المجلس خلى اللجان المهمة مثل التشريعية والمالية والميزانيات إدارات قائمة بذاتها. فهذا عطى بعد صلاحية أوسع أو دقة للعمل أفضل من السابق. احنا راح نكمل حوارنا وياك أستاذة نادية القطامي لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بضيفتنا وضيفتكم الأمين العام المساعد لقطاع اللجان البرلمانية الأستاذة نادية القطامي. حياك الله من جديد أستاذة نادية. تكلمنا عن اللجان الدائمة والمؤقتة وكذلك لجان التحقيق وفترة عمل هذه اللجان وكذلك المدة اللازمة لتقديم اللجان لتقاريرها، لكن الآن السؤال شنو المدة اللازمة لتقديم اللجان تقارير حول مشاريع أو مقترحات القوانين؟ يعني هناك مشروع بقانون أو مقترح بقانون تم تقديم اللجنة، شنو المدة اللازمة لهذه اللجنة عشان تقدم تقريرها حول هذا المقترح أو المشروع؟ هي ما تتجاوز 3 أسابيع. 3 أسابيع تقريرها، يعني لا تتجاوزها، يعني حد أقصى عادة إحنا خلال 2 أسبوع ممكن يقدم، إلا إذا استجد فيه أو إنه كان فيه تعديلات كبيرة من الأخوة النواب يحتاج دراسة وإعادة ترتيب هالتعديلات اللي قدمت تكون فيها. فهذه المدة ممكن يتجاوز 3 أسابيع؟ عادة لا، ما يتجاوز. لا، زين، ما في تراكم للمقترحات بقوانين ومشاريع بقوانين داخل اللجان؟ حاليا احنا يمكن استقبلنا بحدود 430 اقتراح بقانون خلال هالفترة البسيطة اللي هو 3 أشهر تقريبا. 3 أشهر اي، لجميع اللجان على اختلافها. 400 وكم؟ و30 تقريبا، يعني تقريبي بحدود، لان احنا مع نهايه كل شهر نطلع الاحصائيه. هذه مقترحات بقوانين، اقتراحات بقوانين مقدمه من الاعضاء. في مشاريع بقوانين عدد قليل اللي انا يمكن اللي هو كان مشروع مثلا اهمها مشروع مدينه الحرير اللي هو ولا زال قيد الدراسه، يعني ما مبت في موضوعه. بالنسبه عدد الاقتراحات، لا، عدد الاقتراحات كبير، يعني فيها اللجان يعني مشكوره انها قدرت تنجز حتى تقارير، يمكن لو أبحصيلك فيها يعني تقارير دائمة تقريبا قدم لحد الآن 135 تقرير لجان دائمة، وعندنا 22 تقرير لجان مؤقتة فخلال هالفترة البسيطة. هذه خالصين منها يعني قدمت تقارير؟ إيه، أدرجت على جدول أعمال المجلس وبانتظار دورها على أساس البت فيها. والباقي لا زال اللي يكون قيد الدراسة أو البحث، أو إنه في بعد في مواضيع دائما اللي الاقتراحات تكون بنفس المضمون بس مقدمة من أعضاء مختلفين يتم دراستها بحيث أن أول واحد يكون هو الأسبق. وهذا هذه فيها سؤال. نعم. بس طبعا قبل لا نسأل السؤال هذا من حيث مضمون المقترحات والمشاريع بقوانين، بنسأل عن المقترحات نفسها هذه الباقية اللي للحين ما خلصت، ما طاف عليها 3 أسابيع؟ لا، حاليا لا، لان احنا يعني بدينا من شهر، يعني لا يمكن انه يطوف 3 أسابيع على اي مقترح يتم تقديمه للجنه. يفضل انه لا، ما يتاخر. المفروض 3 أسابيع يكون خالص، المفروض، لانه ممكن يسالون النواب ان التاخير في اصدار التقرير او في او بعض الامور تتطلب مثلا توافق مع الحكومه او بانتظار ردود من بالبدايه، لازم يستفسرون من الجهه المعنيه بخصوص الاقتراح المقدم ويجيهم الرد. اذا تاخر الرد يضطرون يتاخرون، تكون تأخر رد من الجهة المعنية، من الجهة المعنية راح يكون التأخير عندهم لأن ما عندهم المعلومة الوافية اللي ممكن يكملون صيغة القرار، يعني التقرير عفوا. فإذا بعدها لازم يحطون رأي الحكومة ويثبت ويكون تم مقابلتهم ومعرفة تفاصيل الموضوع عشان يطلع التقرير للمجلس. وشنو أغلب شيء يتسبب في تأخير تقارير اللجان؟ يعني شنو العائق الكبير أمام تقارير اللجان؟ هو الاجتماعات الخاصة ما بينهم وما بين الجهة المعنية. الاجتماعات؟ إيه نعم. لكن كعمل موظفين القطاع او اللجان؟ لا لا، عمل موظفين، وهو محكومين بعمل الاعضاء بما يطلب منهم ان يتم دراسه الموضوع متابعته. عاده اتم اتابع مع مدراء الموجودين بالقطاع، يتم تزويدي باي عمل او في ملاحظه او تاخير حتى يبلغ فيها الرئيس المجلس، لان دائما له اهتمام ودعم لقطاع اللجان
يمكن هو صلب العملية داخل القاعة، اللي هو إنجازات اللجان وتقاريرها. فدائما إحنا يكون الرئيس على اطلاع بعمل هاللجان، أو بعض الأحيان يحضر اجتماعات إذا تطلب الأمر للموضوع فيها. فاهتمامه ورعايته يعطي يعني دافع للموظفين أنه ما يتم عندهم شيء مركون، أو حتى إذا في عائق أو ملاحظة يتم يعني إبلاغها سواء الأمين العام أو رئيس المجلس أنه الموضوع مثلا أخذ منحة ثاني أو في تأخير عليه. الله يعطيكم العافية. أستاذة نادية، تكلمنا أو تطرقنا قبل قليل إلى المقترحات أو مشاريع القوانين اللي تكون ذات مضمون واحد. شنو الآلية المتبعة مع مثل هذه المقترحات اللي يكون مضمونها واحد لكن الصيغة ربما تكون غير أو مختلفة؟ هذه وايد كانت تمرنا في المجلس، فيعتبر أول واحد قدم هو الأسبق عليها، بعدها يتم ضم جميع الاقتراحات حسب تواريخها من اعتمادها من رئيس المجلس، وتطلع بتقرير واحد لتشابه الموضوع. يعني يمكن يكون اختلاف بسيط يدمج معها، بس أنه تكون فعلا يعني صلب الموضوع أنه هو موضوع واحد. يعني مثلا الجنسية بس خاص مثلا بمثلا إسقاط الجنسية، بس لو كان موضوع ثاني لا ممكن يروح مكان ثاني حتى لو نفس العنوان، بس ما يكون نفس المضمون، يكون مضمون ثاني. يعني مثلا تجنيس أو غيره يعني مخالف له، لا هذا يأخذ منحة ثانية. لكن إذا كان نفس الموضوع نفس، يعني وايد هذه تمرنا بخلال الأدوار أنه يصير موضوع اهتمام الأعضاء، فيصير تقديم أكثر من عضو على هالموضوع، لا يتم دمجها كلها في تقرير واحد. في تقرير واحد كلها؟ نعم. لذات المضمون؟ أي حتى يكتب فيه لوحدة الموضوع أو منو يحدد أنه والله هذه تدمج مع هذه أو المقترحات هذه؟ طبعا اللي عندك اللي هو أعضاء اللجنة في الموظفين والمستشارين، خلال إعداد التقرير يتم إعداده من الموظفين بموافقة الأعضاء على كل ما جاء بالتقرير، وطبعا الرأي الفني للمستشارين الموجودين في اللجنة. أستاذة نادي، هل تحتاج اللجان البرلمانية بشقيها زيادة الكوادر البشرية؟ نعم، في الوقت الحالي احنا نحتاج كوادر بشرية. يمكن صار لنا فترة يعني الحمد لله توفقنا في اختيارات جيدة، احتياجنا إلى موظفين بعدد أكبر. أنا قلت لك اللجان المؤقتة قاعد تأخذ حيز كبير فوق اللجان الدائمة، ونتمنى لو يكون في تفرق لهال، يعني في لجان مؤقتة أصبحت شبه دائمة مثل الخطاب الأميري أو حقوق الإنسان. كل فصل تشريعي تكون موجودة عادة اللجنة الإسكانية، يعني يمكن تبادر للذهن الجميع أنها هي دائمة وهي مؤقتة، لكن هي على طول المجالس يمكن مرة واحدة اللي ما كانت. زين ليش ما تتحول لجنة دائمة؟ شنو الطريقة عشان تتحول هذه اللجنة؟ يصير تعديل باقتراح بقانون على اللائحة الداخلية أنها يتم إضافة مثلا اللجنة الإسكانية كلجنة دائمة، أو لجنة الرد على الجواب الخطاب الأميري، لأن هذا بكل فصل يفتتح بخطاب من سمو الأمير. فهذه يكون تعديلات من الأعضاء ممكن، واللائحة عدلت أكثر من مرة لما أضافوا لجنة الأولويات وحماية الأموال، يعني في كذا لجنة اللي هم يعني صار في تعديل وكان فعلا. إذا أنتوا أفضل لكم تكون مؤقتة ولا يخلونها دائمة؟ اللجان اللي يعني إحنا اللي نحس أنها فعلا لها أهميتها وأن هي راح تكون يعني بشكل دائم، يفضل كرأي شخصي يفضل تكون دائمة. يفضل أنها تكون دائمة. إيه؟ في أحد تقدم بهالتعديل هذا ولا ما حد تقدم من السادة؟ حاليا لا، ما سمعت أن فيها يعني عليها أي تعديل أو غيره، لا ما وصلنا. بس أعتقد أن في يعني مراجعة للائحة حاليا بطلب أعتقد من رئيس المجلس، ويمكن يبتون فيها أو أنها ممكن تعدل. طبعا هي اللجان المؤقتة بداية كل دور انعقاد لازم يتم التصويت عليها وعلى إنشائها. إيه؟ لأن إذا مثلا فيها ممكن أنشئ بها الدور لجنة يتطلب وجودها لدور ثاني، ممكن يطلبون برسالة أنه يمدد عملها، ممكن ينتهي عملها وما لها دور فتلقى. يمددون يعني برسالة خلال دور انعقاد الحالي يقولون يعني بها تستمر دور انعقاد المقبل؟ إيه يطلب فيه رسالة بنفس الأعضاء ولا الأعضاء يتم تشكيل أعضاء جدد؟ لا نفس الأعضاء، لأن هم طلبوا تمديد عليها. إذا طلبوا إعادة تشكيل موضوع ثاني، بس إنما عادة إن يعني يمكن إحنا اللجنة الإسكانية الوحيدة اللي يصير تقريبا نفس الأعضاء، يعني نفس الأعضاء تقريبا مع يعني كل دور انعقاد تقريبا. وبالنسبة لدور لجنة الأولويات البرلمانية لتنظيم عمل اللجان وإنجاز التقارير، شنو دور لجنة الأولويات البرلمانية؟ هي تكون تنسيقي لأهم المواضيع الموجودة باللجان. أول شيء هذه لجنة مؤقتة؟ لا لجنة دائمة. لجنة دائمة هي لجنة دائمة
يعني أعتقد أن هي أنشئت كان بناء على طلب رئيس المجلس أيام كان نائب لأهمية دورها، هي دورها اللي تضع الخطة للعمل التشريعي ما بين اللجان. يتم دائما التنسيق مع جميع مكاتب اللجان بتحديد أولوياتها، يتم ترتيبها بالتنسيق مع الحكومة وعرضها على مكتب المجلس، على ضوءها تتم تحديد الأولويات للجلسة ليتم دراسة المواضيع فيها. نعم أستاذ نادية، كم شكوى تم استقبالها ونظرها في لجنة الشكاوى والعرائض؟ تقريبا 76 شكوى وردت إلى المجلس. اللجنة يعني ما شاء الله بذلت جهد فيها، أنجزوا تقريبا 39 حالة بحثوها في هذه الشكاوي، أنجزوا فيها 5 تقارير. عادة تقارير تدمج فيها شكاوى لارتباط الجهة، يعني يكون تعاون مع الجهة المعنية، مثلا إذا كانت تخص وزارة التجارة يتم مناقشة جميع الشكاوى الخاصة بالوزارة المعنية. يعني بشكل ممتاز أنها قاعد تمشي اللجنة بعملها إن شاء الله. نعم، لكن الشكاوى اللي يتم استقبالها أي شكوى منظورة في القضاء ما تستقبلها اللجنة؟ طبعا إحنا لما يتم استقبال الشكوى لازم يوقع الشخص على إقرار أنها غير منظورة أمام القضاء. نعم، هل يتابع رئيس المجلس آلية عمل اللجان وتطوير أدائها؟ الرئيس دائما على اطلاع، قلت يعني اهتمامه بالتقارير أنها تكون بصورة ممتازة خالية من الأخطاء، توضح الآراء المطلوبة، فهو دائما على اطلاع بآليتها وما عنده مانع أنه يحضر اجتماعات لجان إذا تطلب الأمر. نعم. فاهتمامه بشكل عام قلت لك دافع لجميع، سواء مني أنا شخصيا أو من جميع العاملين. الله يعطي العافية ويعطيكم العافية أستاذ نادي. احنا وصلنا لختام هذا اللقاء، لك إذا عندك كلمة أخيرة تحقبين فيها. طبعا أنا أكيد أتوجه بالشكر الجزيل لكم، واعتدت معاكم ببداية كل دور على هذا اللقاء، وبعدين هذه إشادة لي لقطاعي وبجميع العاملين. الله يعطيك العافية، أتقدم بجزيل الشكر لجميع عاملين القطاع، لأن لولاهم ما أقدر أنا أنجز أو أحقق اللي أتمنى. الله يعطيك العافية أستاذة نادية، وأنت دائما مو مقصرة، يعني دائما متواجدة معنا في أي وقت نطلب لقائك، فشكرا لك أستاذة نادية القامي الأمين العام المساعد لقطاع اللجان البرلمانية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة نستودعكم في أمان الله.